الأخ كريم جاي من وين؟ جاي من عرعر الله يسلمك. هلا والله بريحته على الشمال. هلا على فكرة ترى عندنا قلقة شهرية ونبيك معنا. ها قلت نسجلك يا رجال. سجله يبي لها كلام. وعندنا دورية أسبوعية وما راح نسمح لك تعتذر. كل أسبوع العشاء عند واحد وترى عشاء خفيف. نسجلك يا كريم. بصراحة أنا يبي لها مشاورة يا رجال. سجله عندي أنا. سجله خلاص. سجلتني. قال سجله وسجلتك. ولو ما نحبك ونبيك ما نزلنا عليك يا كريم. طيب دوريتكم في البيوت؟ حجر مطاعم. على كل حال إذا استلمت الراتب إن شاء الله يصير خير.